القعده اللي احنا قاعدينها دلوقتي دي عيبه في حقنا كلنا، يعني ان احنا نقعد نتكلم عن ماتش الكينيا وماتش الجزر والقمر والكلام ده، ونوقف دوري اللطايف والقطايف عشان اللي بيحصل ده، ونقعد بقى نعمل بقى استوديو تحليلي بقى ومسق انه اوضه اللبس واوضه المسافرين. فده يعني انا عن نفسي بصراحه يعني انا شايف ان الموضوع ده تمامه مشوار التصفيات بمشوار ماتش كينيا بماتش جزر القمر بتوجو بالكلام ده كله، هو فيديو 3 4 دقائق شاكب راكب كده بالمشروب بكل حاجه. يعني ما لان انت الطبيعي اصلا ان انت بتتاهل لامم افريقيا، دي معروفه باي ديفولت كده، انت رايح معروفه، يعني مش شرزنه ومش شبحنه ومش غرور ولا لا سمح الله ولا الكلام ده، لان انت بتتحط تصنيف اول، فما بتقعش لا مع الجزائر ولا مع السنغال ولا مع كاميرون، بتتحط بقى مع فرق كلها ايه بتشوط سن بقى، كينيا، الراس الاخضر، جابون، ناميبيا، مش فخلاص، فانت فرصك في التاهل بتبقى محسومه. مش كده وبس بقى، كمان ازيدك من الشعر بيت، لا ده انت تصعد اول او تصعد تاني، يعني انت عايز اكتر من كده دلع؟ فاللي هو يعني ايه زي ما بيقول لك ايه، الامتحان جه هديه، الامتحان في مستوى الطالب لهطل كما صلح الوزير، فانت عايز ايه تاني؟ اصبح موضوع التصفيات ده شكليات على راي الكابتن محمود بكر كده، بالشكل كده يعني منظر، فيعني زي مثلا كشف البطنه والنظر بتاع المرور، عمرك سمعت عن واحد سقط في كشف النظر بتاع المرور؟ زي الطفايه بتاعه الحريق لما بتيجي تجدد الرخصه، يعني حد بيطلب منك الطفايه بيطلب منك الايصال، مع ان لما بتروح الخزنه بيقول لك الوصل، طب ما ايه الفرق بين الوصل والايصال؟ ما ده مش موضوعنا يعني، بس هو الموضوع في الاخر شكليات. ولما كان الموضوع شكليات فليه بقى البهواء من الاول بقى، وليه المصاريف من الاول بقى؟ طب ما نلم الليله، يعني 200,000 لكل لعيب، يعني في 30 لعيب 60 مليون بالجهاز الطبي بالاداري بالكلام ده بالبوكسرات بالفلنات باللطقم بالاوتيل بالمعسكرات دخلت في 70 مليون، طب ما ليه؟ فليه 70 مليون؟ عشان هتأهل وعدي كينيا وجزر القمر؟ طيب انا ما عنديش مشكله ان هم ياخدوهم بالعافيه عليهم ان شاء الله يعني، بس كان ممكن مثلا تقول له مثلا هعينهم لك تاخدهم مثلا لما توصل النهائي مثلا، يعني يا كابتن الدفع ساعه الرفع، يعني رفع الكاس يعني ما تبقاش شمال يعني، فيبقى عشان ايه بحوشهم لك عشان ما تشربش بيهم سجاير مثلا ولا الكلام ده، فتبقى منطقيه مبلوعه يعني، تاخد لك ارنب مقفول كده تحطهم يا حبيبي في شقه، تحطهم في عربيه، تحطهم في بتاع، يعني تبقى واكله. حل اشيك بقى ان انت تجيب لعيبه تعمل لك الشغلانه دي وتاخد لك 2 3 مليون تلم الدور يستظنهم، يعني عادي يعني انت لو جبت عبد المنصف ده مش هيلعب قدام كينيا وهيلعب قدام جزر القمر وهيأدي، ده ممكن يديك فلوس كمان وعايز يختم مشواره دولي، فبقى انا يا عم مش هاخد منك فلوس، هديك 20,000 هديك 20 باكو وتبقى لعبت دولي وبتاع والكلام ده، وهتبقى عديت ولميت الليله والكلام ده، وهيقطع لك اطرافه على المرمى، هيحط لك طرف هنا وطرف هنا ورجل هنا ورجل هنا وصابع. اخيرا بقى بالنسبه لاتحاد الكوره، فانت دلوقتي كده كده بتصرف الفلوس دي ليه؟ ترفيه على الناس، يعني انترتينمنت، هم طالعين من ذمتك ان انت بتروق علينا يعني عشان نتبسط وكلام، بتصرفهم عشان حاجه تاني يابا لا سمح الله يعني. فانا عايز اقول لك بقى ان انت رميت فلوسك دي في الارض والناس مش مبسوطه، ليه بقى؟ لان هو في حساسيه بين الناس وبين الكابتن حسام البدري، المحبه دي ما بتتباعش ولا بتتشري، هي من عند الله كده، ربنا بيزرعها في قلوب الناس، فعارف لو الكابتن حسام البدري ده خد بطوله افريقيا برضه الناس مش هتبقى عليه قوي. فبما انك انت بقى يابا صارف والفلوس دي طالعه من ضميرك يعني وخلاص، وانت يعني عايز تروق علينا، هات لنا بقى كابتن مثلا ميمي عبد الرازق، هات لنا كابتن محمد عوده، هات لنا كابتن الراجل بتاع بورسعيد ده مدحت فقوسه، رضا عبد العال، علاء عبد العال، عشان تبقى كوميديا بقى، يبقى منه في شويه كوره وشويه كوميديا، عشان يعني ايه نحس ان احنا كده ايه يعني مبسوطين بقى، تلاقي في ميديا وماتيريال وكوميكسات وبتاع والكلام ده.